كما اعلنت وزاره الصحه انه تم يوم امس الاربعاء اجراء 19,795 فحصا للكشف عن الاصابه بفيروس كورونا. وبينت الوزاره ان نتائج تلك الفحوصات اظهرت تسجيل 1,072 حاله قائمه جديده ليصل عدد الحالات القائمه الى 6,701 منها 15 حاله تتلقى العلاج بالمستشفى وحاله واحده في وحده العنايه القصوى. هذا ولم تسجل اي حالة وفاه خلال اليوم كما اعلنت وزاره الصحه تعافي 280 حاله اضافيه ليصل العدد الاجمالي للحالات المتعافيه الى اكثر من 278 الف حاله